السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في قناة سامسونج. اليوم سوف نبدأ السلسلة الجديدة وهي تعلم نظام لينكس على التيرمينال أو سطر الأوامر. هذه دورة موجهة إلى المبتدئين. أولا نقوم بمعرفة UMI التي تقوم بتباعة اسم المصدر UMI. كما تشاهدون نضغط على Enter، يقوم بتباعة اسم المصدر أو اسم صاحب هذا الحساب، وبعدها نتعلم على PWD التي تقوم بتباعة المكان الذي تواجدين فيه، وبعدها نتعلم على Clear لتنظيف سطر الأوامر أو Terminal Clear، وبعدها نتعلم على Clear التي تقوم بإغلاق البرنامج بكتابته ثم انتر، تقوم بإغلاق التم ومع السلامة.